لا شك أن المنطقة يعني في الفترة الماضية كانت تشهد نشاط في عمليات الاندماجات وخلق كيانات كبيرة، خصوصا في القطاع البنكي، وأعتقد هذا للتنافس ولتقديم خدمات أكبر لمستثمرينها ولتنويع الخدمات سواء البنكية أو الاستثمارية، وحيث أن البنك السعودي متواجد في أكبر سوق في المنطقة، واحد من أكبر وأنشط الأسواق في المنطقة. أعتقد وأن أيضا لديه منتجات استثمارية متنوعة، أعتقد هذا راح يضيف إضافة إيجابية لبيت التمويل الكويتي وبيتك في أن تنويع مصادر الدخل زائد تواجده في واحد من أكبر الأسواق، يعني مستثمرين، يمكن إضافة مستثمرين سعوديين لديهم يعني فيها فرص كثيرة، خصوصا مع التغيرات الحالية اللي تشهدها المملكة على الجانب الاقتصادي. ما هي المحفزات للنصف الثاني من العام في أسواق المنطقة؟ وكيف يجب أن نتمركز لفصل الصيف أو قبل فصل الصيف؟ طبعا المنطقة يعني فيها فرص لا شك من هذا، ولكن يعني يمكن في الفترة الماضية شهدنا بعض الهدوء أو جني أرباح، أعتقد في عوامل كثيرة أثرت يمكن على أسواق المنطقة، العوامل السياسية، أيضا دخولنا لفصل الصيف وفترة الإجازات، هذه يمكن عملت نوع من الهدوء في أسواق المنطقة. لكن أتصور أن الفصل الثاني راح يحدد اتجاه الأسواق، هناك في توقعات إيجابية بالنسبة للقطاع البنكي يمكن، وعلى حسب التقييمات اللي تتداول عليها في بعض القطاعات الأخرى الحيوية الاقتصادية يمكن، أو القطاعات اللي راح تأثر بشكل إيجابي في أسواق المنطقة، مثل أسواق القطاع السياحي، القطاع اللوجستي، القطاع الخدمات التعليمية والصحية، هذه كلها فيها مجال جيد للاستثمار. وأعتقد بعد التصحيح هذا اللي شهدتها الأسواق، أعتقد سيخلق فرص دخول جيدة للمستثمرين في النصف الثاني من هذا الشهر. الارتفاعات التي كنا نراها على وول ستريت سببها الرئيسي هو الذكاء الاصطناعي، ولكن هذا الثيم مش موجود عندنا في المنطقة، فإلى أي مدى هناك ترابط بين أسواق المنطقة والأسواق الأمريكية؟ يعني يمكن الترابط في الفترة الماضية ما كان ترابط قوي، يمكن نقول أنه كان في ترابط متوسط، وهذا يمكن يرجع لطبيعة المنطقة أيضا، مثل ما ذكرت لك هناك في المنطقة هناك أزمة سياسية، يمكن هذه تأثر على نفسيات المستثمرين في بعض الأوقات في الدخول والاستثمار في الأسواق، التريث للاستقرار هذا، وبالتالي يمكن يخلق نوع من عدم الترابط مع الأسواق العالمية، هذا من جانب. الجانب الآخر طبيعة كل سوق يمكن تأثر أو ليست طبيعتها مثل الأسواق الأمريكية في بعض الأحيان، مثل ما أنت ذكرتي في بعض القطاعات موجودة وتأثر بشكل إيجابي في أسواق العالمية قد لا نراها في أسواق المنطقة. مجملا يعني يمكن أقدر أقول أن الترابط متوسط في الفترة الماضية، في ترقب، في فرص، لكن في ترقب أيضا لما تحول إليه الأجواء السياسية، أيضا النتائج المالية يمكن للربع الثاني ستحدد مسار أوضح بالنسبة لأسواق المنطقة. كيف تتوقع أن تأتي هذه النتائج للربع الثاني؟ مماثلة يعني لنتائج الربع الأول أو كيف؟ شوفي في تفاؤل، ان النتائج يمكن في نتائج في بعض القطاعات راح تحقق نتائج جيدة يعني مستقرة إلى أفضل من المتوقع يمكن في بعض القطاعات، لكن بشكل عام أنا أتوقع أن النتائج راح تكون مستقرة، وعلى حسب التقييمات اللي تتداول عليها الأسهم أعتقد راح تعطي
فرص جيدة للدخول في بعض القطاعات. أتصور أن مثل ما ذكرت لك القطاع البنكي في المنطقة بشكل عام يتداول على تقييمات جيدة وعلى استقرار، وبالتالي يعني راح تكون فيها طب ما هي التوب 5 إيجابيين. بيكس من حيث الأسهم في المنطقة بالنسبة لك؟ يعني أنا أقدر أحدد لك يمكن القطاعات اللي إحنا متفائلين فيها: القطاع اللوجستي وقطاع النقل في المنطقة، أتصور أنه يعطي دخول جيد على هذه الأسعار، خصوصا بعد العروض اللي شفناها. قطاع في بعض الأسهم في القطاع التكنولوجي أعتقد هناك فرصة جيدة، خصوصا في السوق السعودي قطاع واعد ويبنى عليه الكثير من الآمال، وأعتقد شفنا فيه حركة جيدة في الفترة الماضية، وأتصور هذا راح يستمر مستقبلا. قطاع الخدمات اللي تميل إلى السياحة أيضا أنا أشوف فيها فرص جيدة، خصوصا في الإمارات وفي السعودية. والقطاع الخدمات الصحية أيضا قطاع واعد، ويعني يوفر فرص دخول جيدة على هذه الأسعار.